المسلم أهم شيء فيه هذا العنوان، عنوان المسلم. لماذا وضع هذا العنوان على المسلم؟ لماذا اسم هذا الدين الإسلام؟ الإسلام يعني التسليم. إذا رسول الله قال هذا فقد قال ذاك أيضا. لماذا هذا التبعيض؟ لماذا هذه الانتقائية، المنهج الانتقائي؟ الشيء اللي يعجبني أعمله، الشيء اللي ما يعجبني ما أعمله، مع أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وآله.